تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 90، وهي تسير بهمة نحو القمة وسط نهضة تنموية وحضارية واقتصادية كبيرة في المجالات كافة، والتي جعلت للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده مكانة مرموقة إقليميا وعالميا، انطلاقا من أسس ومبادئ العروبة والإسلام، مدفوعة برؤية الدولة العصرية الحديثة والتي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة. هذا وتزينت الشوارع بمملكة البحرين بألوان العلم السعودي فرحا وابتهاجا بالعيد الوطني للشقيقة الكبرى، تأكيدا على تاريخية العلاقة والمصير المشترك بين البلدين، وسط دعوات بأن ينعم الله على المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بموفور الرفعة والسؤدد في ظل أمنها واستقرارها.